أصحاب الفقر الهم الظلم والغم القهر اللي فايح سم القلب اللي بعمره لن يحمل بعروق دم أصحاب الفقر الهم الظلم والغم القهر اللي فايح سم القلب اللي بعمره لن يحمل بعروق دم أصحاب الفقر يا عيوني يا سيدي ردني عدم ان شاء الله هذا المصحف لحتى احلف لك عليه والله بياخذ اذن من رئيس المخفر قسما بالله اخذ اذن اللي يتسبب مو اذن يبعث له زعلان يكسروا له محل للزلمه انا زعلان يا سيدي انا زعلان انا شو دخله بالزعلان نحن شو دخلنا يعني حضره المساعد ممكن نعرف شو تهمته ليش حضرتك محامي لا انا مهندس شو بتقول للمتهم جاب شرفنا سيدي يعني جماعه مقطوعين من شجره وأنا أقرب الناس إلهم بعدين الرجل مو تبع مشاكل يعني واحد متعيش على باب الله حضرة مساعد من يومين كسروا له عربيته وما استرجع يشتكي لحدا يعني الرجل مو تبع مشاكل نهائيا ها ها ليكك قلت بعظمة لسانك كسروا له عربيته إيه شو يعني؟ يعني الدافع موجود والتهمة لابسته لبس ما هو حق المدعي كيف يعني ما هو حق؟ تيسروا هلأ ولما يخلص ضحية بفرج الله شو تحقيق ما تحقيق؟ شو بدك يا إنسان حضرتك؟ نخلي سبيله؟ واحد مستأجر ناس يخربوا يكسروا فضل حدا لشوف يا عمو مشان الله هات لبوس ايدك والله العظيم ابي ما بتحرك من الكراش بيطلع من على بكره الصبح ما بيرجع للليل الله معكم هلا تفضلوا عنا شغل طيب فينا نشوفه لا ما فيكم تيسروا الله معكم يا عمو الله يخليك الله يوفقك قلت لكم تيسروا طمنوني شو صار معكم يلا نوال خلينا نتيسر أنا مالي رايح نوال؟ أنا مالي متحركة من هون يعني مالي متحركة من هون لك يا نوال بدون ينيموا اليوم هون يعني بدون ينيموا بكرة الصبح بيحققوا معه وبيطلع معلي شي بيطلعوا إيه أنا مالي متزحزحة من هون لحتى يطلع صبر جميل وبالله المستعان طيب انتظروني شوي هون الو مرحبا صفوان منيح اللي لقيتك لك انا منيح اللي لقيتك بدي اياك عصام عاوزك ضروري وينك بعدين صفوان بعدين هلا بدي اياك على السريع كثير ليك بدك تجيني على المخفر تبع الكراجات لما تيجي بتعرف شو القصه صفوان بدي محامي بشكل سريع كثير واول واحد خطر لي انت لك بس انا محامي شركه موظف بشركه مو مكتب طيب اذا هيك دبر لي واحد من تلاميذك من رفقاتك من اصحابك بس المهم فورا اوكي اوكي ماشي بس ليك عصام بدي اياك ضروري ها صفوان مو وقت الشيء الشخصي هلا المهم هلا بدي جاري يطلع من النظاره شو القصه هلا اجيب معك المحامي وتعال افهمك شو القصه المخفر اللي جنب الكراجات اللي قريب على بيت اهلك طيب بس فيك تمهلني ساعه زمان اوكي يلا ناطرك بس بسرعه ها الله معك شوفي سمعتك عم تقول عصام ايه هذا عصام قلبنا الدنيا عليه وما لقيناه قام اتصل على اهون سبب شو بو صاير معه شي مشكله سمعتك عم تقول محامي ما محامي ما عرفت شو القصه الو مرحبا غسان كيفك منيح منيح انا شو عم تساوي بيتاجل ليك بتحمل حالك وبتلاقيني مشان ما نضيع الوقت بتلاقيني على مخفر الكراجات نواحي بيت اهلك ما بعرف شو القصه واحد صديقنا صاير معه مشكله يلا لا تاخر يلا باي لك شوفي فهمني شو القصه الله وكيلك مالي فهمان شي خايفه عليه لا تخافي عمر الشقي بقي خايفه عليه جن عصام اخي انت ما بتعرفه اخوكي امتن ما بتتصوري قايم البس مرحبا غسان اهلا وسهلا بالاستاذ بكرك
تأخر لك كمان شوي، ما بيكفي هالك ولا هشام بالمواعيد. خلصتني هلا، خلصتني هلا، يلا امشي. عصام هيك يا رجل هيك. بعدين بعدين بنحكي. وين الاستاذ محامي؟ الاستاذ غسان ما عرفته؟ ابنه المرحوم لطفي. رحمة الله على ابوك، ما شاء الله ما شاء الله، صار محامي. كيف اهلك؟ كيف امك اخواتك؟ الحمد لله مناح. ما علينا، بعدين بنحكي. المهم هلا في عنا جوا رجال درويش على باب الله، بتهمينه انه بعد اثنين زهران وضاربين واحد. ومين اتهمه؟ صاحب مصلحه مثله؟ انا شفت الحادث بعيوني استاذ. اجوا اثنين ملتمين، ضربوا محل البوفيه بالحجار وهربوا. ايه وبس لحقوهم وما حسنوا يمسكوهم، قام اجت الشرطه وحطت عمي ابو نوال بالسجن. ومين ابو نوال؟ ابي. ايه بس يعني شو دخله؟ تبع البوفيه بيكرهه لانه فاتح قهوه وشاي مواجهه. مفهوم مفهوم. حيني لو تشوف هالأبو نوال اللي عم نحكي عنه، الله يستر بالنظارة ما ينشل ولا ينفلش. هلا انت وينك؟ وين مختفي؟ شو عامل بحالك؟ بعدين بعدين بنحكي. شو بعدين؟ لك انت جاني؟ شو صاير لحالك؟ في ناس محتاجينك. خلص صفوان، بعدين نقعد انا وياك ونتفاهم. امتى بعدين؟ حدد لي هلا. خلصنا صفوان، خلصنا عملك، بعدين بنحكي. وين ساكن؟ اوهو خلص خلص خيو، مو مشكلة، أنا بعرف دبر راسي وبعرف كيف أنطلق. عصام طمنا شو؟ لبكرة، لأنه في ادعاء وقاضي التحقيق هو اللي بيقرر إخلاء السبيل. بقى أنا بكرة بحضر التحقيق معه، بركي إن شاء الله. شو بركي يا أستاذ؟ شو بركي؟ قلنا لك الرجل درويش كتير. يا أستاذ عصام، أنت بتعرف الإجراءات، الأوراق أوراق. على كلين هي أرقامي، خليها معي. والله ببريء. مفهوم مفهوم، بس لبكرة فرج ورحمة. شرفوا. لوين؟ وصيكم. لا معلش شكرا. وصل أنت صفوان أفندي ونحن مدبر حالنا. اتفضل خلينا نوصلكم. خلصنا. على راحتك، على راحتك خيو، بس ليك ها بدي شوفك. ماشي ماشي، سلم على سميرة وإلا مشتاق لها كتير، ومشان حساب الأستاذ طبعا عندي. أمرك أمرك أستاذ عصام، يلا بالإذن. الله معك. تفضل. مع السلامة. والله خايفة يموت من هلأ للصباح. خلاص اتكلي على الله. خلاص يلا. مين اللي خبركو؟ سعد. ايه سعد. فجر الله يخليك، انت ما بتعرف وين كراجات. روح لك ابني، اذا بتعرف روح، الله يخلي لك امك. كراجات؟ ايه مبلا بعرفها بعرفها. بتعرفها؟ روح روح الله يرضى عليك، روح تخبرني، والله قلبي غليان عليهم مثل النار. هو اكيد بالكراجات، بس لازم نعرف وين بالضبط. الله لا يوفقك يا سعد. شو؟ الميكرو الميكرو، عم نشوف اي ميكرو بدي اخذ. طب اذا بتعرف روح روح روح، شو ناطر لك؟ روح بقى روح. يلا رايح، ليكني رايح. شو شوفي شو صاير؟ طمنوني. فوتي ان شاء الله. الرجال شو عامل؟ شو مسوي؟ شو عامل؟ خبروني. مو عامل شي، بكره بيطلعوا. خلص فوتي يلا. أنا لما لحقوكم قلت لحالي بعمل لي شي فركاتة شي مشكل وهربكم، بس لما شفتهم راجعين خفت على عمي أبو نوال، خفت يستفردوا فيه ويضربوه، وقلت لحالي إذا بدهم يمدوا إيدهم عليه بدي أكسرها وحملهم إياها وبدي أخرب الدنيا على راسهم. بدك تخرب الدنيا؟ لك كان بخربها. لا مو اتفقنا إذا لحقونا بتفركشهم بتعطلهم تعمل لك شي مشكل؟ ما مروا من قدامي، شو بساوي لك يعني؟ وأساسا منيح لي ضليت، لأنه مين كان رح يخبرهم؟ قمنا من هالسيرة هلا. قل لي وينه زهير؟ ما بعرف، كان عنده بالسوق ما لقيت لك غير الشرطة اجي. يا حبيبي مسكوه؟ لك شو مسكوه؟ هرب. وبركي بعدين مسكوه. شو بيعرفني؟ والعمل؟ ما بعرف. المهم قلت له شي لنوال انه نحن سبب المشكلة؟ لا اعوذ بالله، انا ما فتحت تمي بنو. منيح لي ما خبرته، مشان ما تفكر انه نحن سبب المشكلة تبع ابوه. ايوه قلت لي. امشي امشي تضرب ما اسألك، امشي نروح شوف زهير وينه.
بعدين فجر لا سعد الله يعطيك العافيه على العملي. ايه هلا انت هون؟ ايه عم صلح الانطين، رجع انتزع. طلعوا طلعوا. اي زين افتح شري الله يبقى. ساوي لك شاي امي؟ مو بنفسي. يسعد الله. يسعد الله الوجه. بدك شيء امي؟ لازمك شيء؟ بدي سلامتك حبيبي. الله يسلمك. صباح شو رح تهرب الشهادة؟ هلأ علينا وعلينا شو نحن رح نضل 100 سنة بالجامعة؟ مو هيك بس شوف حياتك هلأ الشغل صار مأمن فعلى شو لاحق لي الجامعة؟ كلها ليسانس نص اللي تخرجوا من الدول الشرقية هيك بس مع ذلك الليسانس ضرورية والدكتوراه ضرورية يعني أبوكي اللي هو أبوكي لولا هالحرف الدال الصغير اللي قبل اسمه كان وصل لمطرح ما هو هلأ شو رح تفرق انت التاني؟ بالراتب ولا رح يعملوا لك سبر معلومات؟ لا ستي لا هي ولا هي بس عم اقول بالمستقبل اذا بدهم يرفعوني لشي مدير قسم مثلا او بدهم يبعثوني بشي مهمة خارجية لازم يكون في حجة والليسانس هو الحجة مشان هيك انت لازم تدرسي وانا كمان بدك رأيي؟ انا شايفة انه الدنيا صايرة مادية شو بتطالع هذا انت؟ حلو كتير بس السؤال منين وكيف؟ المهم هلأ خدي هدول ودرسي فيهم مشان الامتحان ما بدي ما بدي شي بيطالع الروح ما بكفي شغلي بدورة المذيعات كله قرايب قرايب كمان بدك يعني اقرا هدول الكتب ما بدي رفيف انا عم قلك خديهم يعني خديهم شو امر؟ ايه امر انا ما حدا بيأمر علي الا انت حبيبي انا اصلا كل همي انه نشوف بعض نضل مع بعض طيب شو رأيك نصير ندرس سوا؟ اوف ومن شان شو؟ أنا عم اشتاق لك مشان تضل قدامي ضل شو؟ لا ستي
بس مشان هيك انا بدي ادرس وبدي اتخرج. بعدين بصراحه انا بفضل انك تشتاقي لي. مشان تصير تلعب بديلك هون وهون؟ لا مو لهالسبب، بس اذا عدنا طول الوقت بوش بعض هاي بتصير جوازه ما بتصير دراسه. ايه وخليها جوازه، شو يعني انا ما بستاهل؟ انا غلطانه شيء؟ عن جد صباح انا اصلا كل حلمي اني لف اوروبا بالبر، وبابا قال بس تتجوزي روحي انت وجوزك، وهي جوزي بقيان نلف. ادخلوا وائل ابن قصي. وينك وينك؟ مو بتشبه هي عايده؟ بربك ما بتشبهها؟ كده شو جاب لجاب؟ شلون يعني؟ عايده احلى. يا ما تبلغ اطلق. عنك عنك عمي. الله يسلم ايديك يا عم عماد. الله يسلمك. تعي من تعي، تفضل تفضل. هدي امي عالزمه الزمه. هي الممثله الثانيه اللي هني، ما بتشبه عايده مثل الطبلاوي؟ هي 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 يعني بس عايده احلى. يسلموا ايديك يا اختي. صحه. الله يسلم ايديك على المتاه. صحتين. الحمد لله يا ربي، الحمد لله اللي رجعتي لصحتك وعافيتك. ها ما بدك مساعده ولا عاد في وجع، الحمد لله. امي ان شاء الله كمان هيك لما تصحصحي على التمام التمام بتروحي بتخطبي لي. اساسا انت هذا اللي شاغل في بالك. يكتر خير الله انه صحتي صارت هيك. تعرف يا عماد والله والله ماني عارفانه كيف بدي كافي للدكتور غزوان. بربي بربي انه ابن حلال. ما تركنا وقت الشده. وشاطر وقبضاي وزقرته ما في منه. لو تشوفي يا امي لما اخذناكي على المستشفى من ذكر ما تنعان. يا لطيف كيف ركض معاملتك، ركض ركض. الله يكثر من امثاله. المهم امي شو رايك نحكي مع ابو عادل صاحب البيت؟ يا يعمر رفوق ويأجرنا اياها غرفة صغيرة، يا أما يخليني أنا عمي وبسكن بكلفتها. لا تقلي بدك تتجوز هلا؟ لك لا مو هلا هلا، بس أمي بيني وبينك حاطت عيني على وحدة وخايفة تطير من إيدي. لك يا ابني يا ابني البنات على قفا مين يشيل، ما زبطت هي بتزبط الثانية كلهم مثل بعض. لا مو كلهم مثل بعض. إيمنا مش سيرة هلا. بدل ما تفكر تتجوز فكر كيف بدك تصرف على البنت اللي بدك تجيبها على بيتك. شو مفكر الشغلة هي؟ طيب أمي ما في مجال يعني شلون بيقولوا نربط يعني نحكي. أمك معها حق. معك بعدين إذا عجبتك وحدة لازم يكون بالا من بالك، وبركي حدا كان سابقك. البنت الحلوة ما بتتخبى. مين قصدي؟ مين ما كانت تكون. يا ابني جهز حالك بالأول بقرشين بعدين نقي على كيفك. منين بدي جهز حالي؟ فأنت بتعرفي البير وغطاء، نقلي أجار البيت وأكل وشرب ولبس ومصروف صباح تبع الجامعة. نطالع بيدي أكتر من هيك. بكرة بيخلص أخوك بيشتغل وبيساعدك. والله يا أمي مو طالب مساعدته، اصلا هذا اخي واجبي اني ساعده. اقسم بالله لما يطلب مني مصروف غير خرجيته وما يكون معي بتمنى لو الارض تنشق وتبلعني. واجبي تمني اصرف عليه لحتى يتخرج من الجامعه. اسمي اخ، بس انا كنت عم بقول يعني واحد بيحكي بيربط قرايه فاتحه. اللي بدها اياك بتنطرك، واللي ما بدها اياك حتى لو ما كان حدا خاطبها ما رح توافق. حاجز الزاكي على اخوك وليه؟ عماد ما في منه. بعدين شو يعني؟ رايح يخطب بنت السلطان؟ انا من شانه، مشان ما ينبخع. ما عاشت اللي بدها تبخعه لعماد. انت ضب ايدك شوي شوي، وان شاء الله باذن الله بنخطب لك وبنجوزك وبنفرح فيك. مساء الخير. وينك لهلا؟ شو ويني لهلا؟
هلا خلص الدوام بالشركة. هلا أنا عم بسألك عن الشركة؟ عصام شبو؟ بعرف بعرف عن شو عم تسأليني. لكن قول احكي، شبو عصام؟ أخوكي وبتعرفي أحسن مني. ما تغير ولا حبة. 9 سنين بالحبس، تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. لك قلي فهمني، عصام شو صاير معه؟ شغلة ناكتة. هذا جاره محل ما انه مستأجر جديد، ما سكته الشرطة، عليه ادعاء. ايه؟ بس. شلون بس؟ يعني هو منيح؟ مثل الحصان. ايه الحمد لله. لا تخافي، عمر الشقي بقي. وحكيته؟ عن شو؟ شلون عن شو؟ عن قصته مع هالحرباية، شو عم بفكر يعني بده يقعد معها، بده يتركها؟ حرباية وسلالة أخوكي وبتعرفي أحسن مني، بس حنتر خلاص. بس ما يكون. ما يكون شو؟ يعني يكون عم بفكر يرجع له. لا ما بظنه يرجع. إذا يطلقها ويريح راسه. عم تحكي مزبوط، بس هالولاد ابنه صار شاب وبنته صبية. إيه وإذا الأب من الشرق والأم من الغرب. والله يا سميرة ما بعرف شو بدي أقول. طيب صحته كيف؟ شفته هيك دبلان والدنيا سودة بعيونه. على كلين أخذت عنوان جاره من المحامي غسان، راح زوره وروح وآخذ وأعطي معه برواق. مسكين يا عصام، والله ما بتستاهل اللي صار معك. بالمناسبة بيسلم عليك كتير وكتير كتير كتير مشتاق لك. مشان الله بس امي. امي خلصنا بقى، مشان الله خلص. ابي بريء ما دخله، حتى سالي الاستاذ تبلوا عليه تبلي، والمحامي قال اكيد بكره رح يطلعوا برا. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله من تنك لابواب السماء يا رب. لك ابوك بخاف من خياله، لك الحاره اللي فيها مخفى ما بيمرق منها، لك انا خايفه اروح فيها يا ربي دغيلك يا ربي. امي خلصنا بقى، خلصنا بقى مشان الله. حاجة تصحي وتنحي، حاجة تنوحي بقى. يعني شو نساوي؟ نشتكي لبرنامج البث المباشر؟ الله يوفقك يا ابو مروان يا صلاح. قال بدي اروح لي عذاب، ليش تعذبني؟ انا شو عملت؟ ان شاء الله ما تكون تحولت ورائي على المفتي يا رب. انا شافها بالتلفزيون عصابي عذبوهم، طيب ليش بيعرضوا بالتلفزيون هيك شغلات؟ فوق ما طبشني العرباية، بدي اروح لي عذاب. الله لا يسامحك يا ابو مروان، الله لا يسامحك. ليش بدهم يعدوني؟ إن شاء الله ما يعدوني، والله ما عملت شيء يا رب. يا رب دقيقة دقيقة. الله لا يوفقكم، الله يعطيك العافية. انت وياه يعني انتو هون ورجال السجن من تحت راسكم؟ قلت لكم بلانا هالشغلة. لك شو بلاها ما بلاها انت وياها؟ شو مفكرين الموضوع هيك؟ مين ما بده بيأجر بالناس؟ ولا لأنه درويش يعني؟ ليك يا نوال، إذا لزم الأمر وشفنا شغلة أبوكي مطولة بنسلم حالنا. ولا قل لي خلاص من بكرة إذا ما طلع أبوكي بنسلم حالنا. بس قبل ما نسلم حالنا بدي روح طبش له راسه لهاتب على البوفيه. عشت. أيوه يا فرحي ويا طربي فيكم، بكره بتصيروا كلياتكم بالسجن، انتوا وابي. بعدين مين قالكم انكم ما فشيتوا لي غلي من هذا الكلب ابو مروان؟ بيستاهل، وقليل عليه كمان. ايه والله قليل عليه، بس ابي مو خرج حبوس. ما خلصنا يا بنت الحلال، بكره اذا ما طالعوا ونحن جاهزين نفوت محله. يا شباب كمان اذا سلمتوا حالكم بتثبتوا التهمه عليه، اولاد حارته ودافشكم، تحريض يعني. شو اتنصت علينا؟ أهلين استاذ. يا شباب والله الاستاذ ما قصر، جاب لنا محامي بساعته. على كل حال انا ما متنصت عليكم،
بس اصواتكم وصلت لأذني. وبصراحة انتم ما قصرتوا بهالضلالي. العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. لك مونا اللي بلشوا طبشوا له عربيته لعمي ابو نواه؟ مظبوط. ما اختلفنا. بس يعني ممكن كان نفهمه بدون جناية ولا جنح. يعني ممكن نشتكي عليه، ممكن نطلبه ونتفاهم معه، ممكن نروح لعنده. مو طم غم كسرنا له المحل وغيرنا راح فيها. هدوا شوي يا شباب، هدوا شوي. هلا المشكلة كلها مشان شو صارت؟ مو مشان العربية؟ هلا بهاللحظة هاي نحن الكل ما في واحد من بيناتنا متذكر العربية، صح ولا لا؟ مظبوط مظبوط. أنا بقترح من بكرة الصبح العربية ترجع للشغل. لازم هذا الرجل يعرف إنه ما قدر يزحلقه لأبو نوال. حتى أنا بقترح هلا هلا أروح أنا وياك نطمن على العربية. أنا جاهز. لحظة واحدة لأجيب جاكيتي. يلا. الله يكسر ايدين اللي كسروه. العماد الحجر لو جاي براسي شو كان عمل؟ يعطيك العافيه عمي. الله يعافيك. مين هذا كمان؟ على مهلا. يا زعرور شفت لي مين هذا اللي واقف على بسط ابو نوار؟ الهيئة مو شغلته معلم، كأنه بدي أنا نتحركش ولا يوقعنا. لك وشي حدا متنكر من الشرطة مشان يمسكوا العصابة؟ والله يا معلم ما في شي بعيد، ممكن يكونوا من الشرطة بس مو بالضرورة مشان يمسكوا العصابة. شو قصدك؟ ممكن يكون بدهم يوقعونا نحن معلم. يمكن معك حق. على كل حال وينك؟ إنن بحاله ونحن بحالنا. ها؟ مشي معلم مشي. أكيد هدول مفرزة أنا، ما في كلام. يعني بدك تقلي إنك ما دريت باللي حصل مع العلم إنه كل شيء صار قدامك؟ يا سيدي الله وكيلك، أنا ما بحبك سيب، أنا بحكي سيدي سيدي. أنا سمعت صوت طربيش إزاز بس ما اطلعت، لأن إذا اطلعت ناحو يمكن يساوي لي مشكلة. يعني بدك تفهمني إنك سمعت ما شفت؟ شو هي حزيرة؟ سيدي الله وكيلك هذا اللي صار. بعدين أنا شو بدي بأبو مروان؟ الله يرزقه، بعيد عن الشر وغني له. أنا الله وكيلك يا سيدي ما دريت بالقصة إلا آخر واحد في الكراج. وبعدين؟ وبعدين سيدي اجا ابو مروان وشغيلته وتجمعوا عليه، بس الشوفيرية تبع الكراج كثير قبضايات وخاصة هذا الشوفير الحي بسيدي، ما خلوهم يضربوني ولا يقلبوني العرباية مثل هذيك المرة. بتعرف ساعتها شو قال سيدي ابو مروان؟ قال هذا ابو مروان انه رح يحكمني اعدام منشان العصابة، قال شافها بالتلفزيون، سيدي انت شفتوها شيء بالتلفزيون؟ بيحكمك اعدام؟ اي سيدي، وحاوطوني مشان ما اهرب، وصاروا يقولوا لبعضهم لا تخلوه يهرب، لا تخلوه يهرب. ايه اجت الشرطة واخذوني على المخفر. سيدي الله وكيلك الله وكيلك، هي اول مرة بحياتي بفوت فيها على المخفر. بعدين انا عرفت انه قال متخانق مع زعران هو. مو انت اللي بعتهم يعني؟ اقسم بالله سيدي مو انا ابدا، ولا بعرفهم سيدي. اساسا انا ما بعرف حدا ولا عندي معارف، ما عندي غير بنت وحيدة الله يخلي لي اياها. سيدي بعدين انا دخان ما ببيع البصلة، حتى ولا دخان سوري، ها مشان ما يقولوا عني مهرب. طالما الدخان سوري ونظامي لشو تخاف يقولوا عليك مهرب؟ سيدي لساناتهم ما بترحم. مين هدول؟ ولاد الحرام سيدي. ايه استاذ غسان شو عندك؟ سيدي انا ما عندي اي دفاع او تعليق، الحاله واضحه كثير. يعني اذا الزلمه مصدق انه ابو مروان ممكن يعدم، انا اللي بدي اعدمك في حال ثبت انه لك علاقه بهالمشكله. ما لي علاقه والله سيدي، ما لي علاقه. اكتب يا ابني يخلى سبيله بضمان مكان إقامته ما لم يكن مطلوباً بقضية أخرى. شو مطلوب ما مطلوب سيدي؟ أنا بحياته ما حدا طلبني، حتى سيدي على العسكرية ما طلبوني لأني وحيد. روح الله يعمر لك بيتك، الله يخلي لك أولادك سيدي. بس لا بقى تعيدها. شو هي سيدي اللي بتعيدها؟ تيسر الله معك. شكراً سيدي راضي.
استاذ غسان لحقوا له معامله اخلاء السبيل حتى امضي لكم عليها، ان شاء الله بكره بيكون بالبيت. سيدي يعني ورائي ما رح تحوله للمفتي العام سيدي؟ ضابط ما بدها اثنين يحكوا فيها واضحة. هلا فجر بيستفرد بنوال وانا قاعد مضروب على قلبي هون. لك شو هسه شو عم تبربر؟ ما حكيت شي عم غني. مرحبا عم. اهلا. دخيل عينك بيت ابو محمد اللي بيأجر غرف وين صار؟ هون بعد دخلها هي على ايدك اليمين. هون أول باب؟ أول باب على يدك اليمين. يعطيك العافية. سلامة يلا مرحبا بس. ضرايا بتنزع ضرايا. إيه؟ مرحبا. أهلين. شو بدك؟ مو أنت صديقه الأستاذ عصام. إيه أهلا وسهلا. تفضل تفضل. عرفتك. امبارح قدام المخفر ما هيك؟ ايوه بالضبط. ايه ايه خير شو صار مع الوالد؟ ان شاء الله طلع؟ لا والله لسه ما طلع بس اكيد براءة مثل ما قال المحامي وعم نستنى هلا لنعمل معاملة اخلاء السبيل. يلا يا ستي الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. شو وينه الاستاذ؟ ماله هون بالكراجات. بالكراجات؟ خير مسافر؟ لا شو مسافر؟ واقف على وسط الشاي تبع ابي. نعم شو؟ ايه قال احسن ما ياخدوها او يكسروها. شو هذا هبل فرد هبله يعني؟ شو جن؟ شو؟ سلامتك يعطيك العافيه. يعافيك زورات استاذ. شكرا. قهوه شاي طويل كمان. التعليمات اكيد ضابط واضحه. ليه بقى؟ لاني عم بشتغل هون بين الناس. ليش لما كنت تشق طريق او ترفع بنايه او تعمر جسر ما كنت بين الناس؟ ولا هذا مفهومك عن الواقعيه؟ صفوان انت شو اللي بدك اياه مني؟ بدي اشوفك، بدي اقعد معك، في جواز كلام يا بتسمعون يا بتكبون. تفضل ارتاح وعود احكي وانا مستعد اسمعك. هون لك عصام انت شو صاير لعقلك؟ صفوان ارجوك اتركوني بحالي. ممكن تتركوني بحالي يا اخي؟ ممكن. أكيد الخانم هلا عرفت عنواني، ما تضطرني بدله. اتركوني بحالي يا أخي، اتركوني بحالي. يعني مبسوط على حالتك حتى نتركك فيها هيك؟ مبسوط وعجبتني وأرجوك ما تتدخل بحياتي، يا إما قبلني مثل ما أنا هيك، يا إما انساني. لك شو انساك ما انساك؟ لك يا عصام انساني سهرك وأنت ابن حماي، قبل هيك في 30 سنة، 30 سنة رفقة، معقول؟ عمر بكامله بدك تنهي بكلمة؟ بقى شو رأيك؟ أطلبك ونخلص من القصة؟ على شو مستعجل؟ خلينا نتعرف أكثر. ولا عم تتعب من الجاية لهون؟ لا لا يا أميمة، شو هالحكي اللي عم تحكي أنت؟ لكن شو؟ ولا شيء بس يعني أنا قصدي مشان ظبط أموري لأن بدي استأجر بيت. إذا اشتريت لي شوية غراض، اشتريت لي شيء بربي يا أميمة هديك اليوم صح لي غرفة نوم روسية لقطة بتطير العقل، ما اشتريتها شو بدي أعمل؟ وين بدي أحطها؟ إيه خلص معلش صبر حالك كمان شوي، بس ما تكون عم تتعب من جيتك لهون ونطرتك لإلي. أنا عم بتعب، إن شاء الله بموت يا رب، أنا بتعب. أميمة هذا أحلى مشوار بطلع فيه بحياتي، بتعرفي مستعد كل يوم أطرق مشوار من سعس على الشام مشيها كرمال عيوني. أميمة بحبك أنا، بحبك. والله بحبك. خلص على مهلك شباك. أنت خلص، استبينا. خليني أطلبك أميمة. ولا يعني في مشاكل؟
مشاكل؟ مثل شو؟ يعني صدت يعني ومي ما أهلك بيوافقوا؟ ليش حتى ما يوافقوا؟ بس أنت لا تستعجل، بدك الصراحة لازم أم رياض تتضبضب لشوي. ليش شبه أم رياض؟ ليك قاعدة هي وابنها وما شاء الله حولها؟ لا بس جوزها غايب وهي أبصر شلون بتلبس وبتضلها فاتية طالعة وعم بترطق بالعلكة. أنا ما عم أقول شي لا سمح الله، بس الناس إلى الظاهر لك. ومي ما بقصد يعني زعلت؟ لك الصراحة بتزعل، بس أنت بتعرف أهل الحارة ما بيرحموا. لك شو بدهم فيها؟ لك خليهم بهمومهم، ولا لأنه جوزها بيشتغل على البراد بيجيبوا معدلها؟ هيك حارتنا، بده كل واحد يقول إنه هو أحسن من الثاني. على كل أميمة، مو هذا موضوعنا. لا شلون هذا مو موضوعنا؟ أنا مع أم رياض ما بعيش. ومين قال لك إنه رح تسكني مع أم رياض؟ ما بنسكن غير لحالنا وبغير حارة كمان. إن شاء الله بموت. إضافي ما في كلام. ده زعبور؟ تعود وانت تعال. هداك التحري ما شفته أكل اليوم، بقى مشان هي أنو تحري معلي؟ شبنا شو طارق العمى؟ هداك اللي واقف على بسطة أبو نوال هداك هو؟ لا تأشر، فضحتنا يا زلمة. شباب الله يرضى عليك، زبط له شي صفرة تكون على كيفك وخد له إياها. بالأخير الرجال مداوم مشاننا، ما هي حلوة. إيه على راسي معلي. قوم أوان سعد، قرب شوي. شلونك بالهريبة؟ فريرة أصلاً أنا هي أكتر شغلة شاطر فيها. مو هيك، لأنه هذا صاحبك عينه محمرة منا، ما في غيري بتزولنا. هلأ حكى هو وصانعه وبعدين فات لجوا. إذا صارت لشي شغلة فوراً بتروح بجيب الشرطة. مفهوم؟ مفهوم لعيونك. تعال 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 شوف، أرجيني شو أخذت له. إيه مناح، يلا روح ركض خذ اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. هذول بعتكم ياهم معلمي ابو مروان. معلمك هو اللي بعت لنا هذول؟ اي نعم سيدي، شافكم من الصبح واقفين بلا اكل فقال لحاله يعني مي حلوه. بتأمروا شيء ثاني سيدي؟ سيدي عفوا سيدي، بس معلمي قال لي توصى بالمفرزه. شو مفرزه؟ مفرزه شو؟ مفرزه امن طبعا سيدي. ايدك ايدك. فوت لجوا فوت. ابو مروان شو اللي بدي اقول لك يا ولو يا سيدي، هي بدل ما نتشكركم. لا لا، بدي اياك تعرف انه ابو نوال ماله اي علاقه. امرك خلص. بدي اياك تفهم شغله. فهمان بس شوفكم واقفين تحت طاقه الشمس، قلت لحالي يعني ما حلوه ما نضيفكم شيء. خيو لا تضيفني ولا شيء، المهم بالنسبة لي تعرف انه ابو نوال ماله. انتو اللي حاطينه مفهومة واضحة. خلص سيدي. لك حاشتو لي سيدي، لسه بيني سيدي. اسف بتأسف، اخطأنا ومنك السماح. شو بتحبوا ناديلكم؟ اخي لا تنادي لي شيء منو، اعتبر حالك ملك شايفني كأنه مالي هون. المهم تعرف انه ابو نوال ماله اي علاقة. خلص مفهومة، ابو نوال ماله موجود هون بنوب. بس بدي اسألك سؤال واحد سيدي، عرفتوا شيء عن العصابة؟ العصابة؟ هلا اذا جابوك تتعرف عليهم بتعرفهم؟ شلو بدي اعرفهم يا سيدي؟ بقول لك حاجه تقول سيدي العمى، شو ما بتفهم انت؟ بعدين طالما ما بتعرفهم شو الفائده اذا انكمشوا؟ ها؟ هلا مو انتوا هون، اذا اجوا رح تلقطوهم اكيد. اكيد اكيد، بس على كل حال في كلمتين بدي فهمك ياهم. ابو نوال ما له اي علاقه بهالموضوع. روح شوف انت مين له عندك شيء. وين؟ والله ما بيرجعوا ولو اقل منها. ان شاء الله صحتين وهنا. أهلا وسهلا. عود وغزي لي حالك على حساب هالواطي. بسم الله. أهلا سهلا. الله معك خير.
دائما خذ قاعده اللي بعده يا جماعه. اهلا فردوس. شو برافو عليك. شو ها فردوس كم صار عندي؟ 5. ما شاء الله مبسوط على حالك ما هيك؟ بتضحكي يا صاروا 6. ألف مبروك إن شاء الله. وإذا كانوا توم صاروا أسوء ما عفوا. مرحبا، كيف الصحة؟ الحمد لله ماشي الحال يا أهلين. الحمد لله ما شاء الله. حولك وحولك كأنك ما بتمرضي أبدا ما هيك. ليش؟ يعني ما في شيء بس مشان نكسب هالوش الحلو. صحيح الوالدة كيف صارت؟ إن شاء الله أحسن. لا منيحة الحمد لله. الحمد لله. بتعرفي أنسة وهما يعني ما أنا ما تروح من بالي طعمة القهوة يعني حنت الذي سويتيها هذيك المرة تتذكري قديش كانت طيبة؟ إن شاء الله ألف صحة يا رب. يعني شو بدي أقول لك، ما عاد عجبتني ولا قهوة ثانية. تفضلي تفضلي أهلا وسهلا. لا معلش بدي أروح على البيت تأخرت. لا قولوا. طيب ماشي ماشي. أنا على كل اليوم ببر مشان أطمن على الوالدة. وإذا بدك الحقيقة يعني أنا جاي مشان اشرب من قهوتك لانها يعني اطيب قهوه بدوخه بكل العالم. يا ميت اهلا وسهلا. يلا بخاطرك. مع السلامه. عن جد مع السلامه. المعلم ناطر الشغيل على نكشه حتى يلعب. بدك كان يجيب له شغيل جديد؟ بداومي فجر افندي. يا حبيبي اخوك ما راح يعمل لك مشاكل، هو بيحبك وبيحترمك وكلمتك عنده ما بتصير تنتين. امي القصه مو قصه شغل، القصه انه فجر لما بده يشتغل بده يعمل مشاكل، ولما يعمل مشاكل بيدافع عنه، واذا دافعت عنه نصفى اثنيناتنا برا. طيب شو يعمل؟ يضل داير هون وهون؟ والله انا خايفه يلحق له شيء شغله او شله او سوسة عاطلة. شو يعني نخسر الولد؟ برضاي عليك، برضاي عليك دبره لأخوك، بتضل انت الكبير لك ابني. الله يسامحك يا أمي، شايفتيني عم قصي. الله يخرجك يا صباح لحتى تساعدنا بهالبيت. قولي آمين أمي. آمين. الله كريم لك ابني، الله كريم. بس بدي إياك تلحق لي شغلة فجر، برضاي عليك حل لي اياها. مرحبا. اهلين. شلونك امي؟ الحمد لله. وينك لهلا؟ شو جايب امي؟ ما جاوبتيني. وينك لهلا؟ وانو ساعة بتخلصي شغل؟ لك لا، مرقت على ابو نوفل اشتريت شوية اغراض. لعمة شو حرامي، دوا غسيل ب 48 ليرة، شو صاير بالدنيا؟ مريتي على الدكان 10 دقايق ربع ساعة، وقبل هيك وين كنتي؟ مواصلات، شو بدي ساوي يعني؟ ولك مواصلات شو؟ خلصنا بقى، عم بقول لك مواصلات، هدي عليها شوي. مو من دايك انت عم تقولي لي انت الكبير وانت مدري شو مدري شو. يا ابني البنت هلكانة، فوق تعبها يعني. انا بالاساس ضد شغلها. بسكتنا. لك يا أمي يا أمي فهم علي، أنا ما بدي إياك تحاسبها على شيء ما أنا عاملته لحتى ما تفكر بعدين وتقول لحالها هيك هيك حساب وحساب. لا أعمل اللي بدي إياه، عم تفهم علي؟ لذلك كبر عقلك، سايرها سايسها، حن عليها أمي. هالبنت نمرودة وما بترد على حدا. لا بالعكس، أختك أميمة ظريفة وشغيلة وطيوبة وحنونة. لك امي ومي ما اشتغلت لانه هي رغبانه مو لانه نحن بدنا، بس اذا بتعمل هيك ولا هيك قسما عظما بحسب الله ما خلقها. امي ما بدنا نتبهدل على اخر عمرنا. ليش هيك عم تحكي لك ابني؟ الله يطول بعمرك. شايف البنات شو عم يساووا؟ عم بسمع قصص بتقبب شعر البدن. يا مزوق يا مزوق. امور معلم امور. وين هذا الولد الرديد؟ بعت وراه؟ ليكو ليكو جاي معلم ليكو. صبحي صبحي. مور معلم. معك عودات؟ طبعا معلم. بيصير حابب بتغني؟ طلع غني وسلي العالم بين ما تيجي الكابتن فرح. ماشي بخدمتك انا معلم، بس قل لهم خلوني يقدموني. Thank you.
أصحاب الفقر الهم الظلم والغم القهر اللي فايح سمح القلب اللي بعمره لم